السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم وحيثما وجدتم، دائما احنا في مباشره من احدى احياء لندن بفانزبري بارك. خوتنا مبروك علينا الفوز ان شاء الله والتاهل للدور الثاني. خوتنا الشيء الجميل اننا كي نفرحوا ماذا بينا نفرحوا خوتنا هذو الناس. هذه رساله لخوتنا بمناسبه رمضان. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. رسالتي نوجهها لخوتنا التجار، يا خوتنا فرحوا الشعب الزوالي مسكين، هاو جاي رمضان غدوه ان شاء الله، احنا نصوم غدوه ان شاء الله ربي يتقبل منا وجميع امه محمد. خوتنا ديروا لفته، عاونوا خوتكم الفقراء، راكم شايف عارفين اللحم شحال يوصل، الخضره الفواكه لوجه الله، ديروها مبادره حسنه يا اخو. فرحوا الشعب مساكن، راكم الناس اللي تبعوا الرياضه خوتكم هذو مساكن، هم زواليه كاين ما عندوش، واحد يجيب زوج ملايين في الشهر وعنده ثلاثه كيف يعيش ولاده؟ خوتي كل عام انتم بخير والسلام عليكم. في الداخل وفي الخارج صحه رمضانكم، كل عام انتم بخير، ربي يعاود علينا بالخير والصحه ان شاء الله قام الجزائريين والعرب وكاع الامه الاسلاميه. وبهذه المناسبه ان شاء الله ندعو التجار هادو ما يخافوا ربي شويه وينقصوا شويه في الاسعار، بس ماشي كاع الناس عندهم دراهم. وهذا ما كان، السلام عليكم وصحه رمضانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم خوتنا في الداخل وفي الخارج. بمناسبه رمضان الكريم نحييكم من مدينه لندن، نتمنى ان شاء الله يجوز على كاع المسلمين والعرب بالله، يجوز بالله يصوموا بصحه ولهنا. وكما نقولوا شهر رمضان كما نقولوا واحد لازم يبروفيتي ثاني باش يذكر اضعف الايمان، يذكر لازم خوتنا ثاني يشوفوا في اللي تحتهم، اللي من الفوق يشوف اللي من تحت يعاونوا، كما نقولوا كاع لي كوميرسو منا يعاونوا، يعرفوا ما اللي عنده اللي ما عندوش، واش نقولوا بالك ما ينقش مع كاع الناس عنده، كما لازم يعاون راهي باينه، لازم يهبط لي بري، لازم كما نقولوا يكون توازن في المجتمع كاع باش كاع الناس تاكل وكاع الناس كما نقولوا تشرب وتجوز رمضانها بيان، العائلات كاع يفرحوا ان شاء الله، وان شاء الله يجوز علينا كاع كاع لافامي. والسلام عليكم، سلم عليهم كاع ان شاء الله. معك السلامة، صح اخويا. بمناسبة هذا الشهر الكريم ان شاء الله تصوموا وتعاودوا ان شاء الله على بروشان العام الجاي ان شاء الله ثاني، ونتمنى ان شاء الله نعيشوا كاع كيف ما كانش الغني وما كانش الفقير، نعيشوا كاع زعما فلوس كما يقولوا، وكاع تصوموا بالصحه ان شاء الله كاع وهران كاع الجزائر كما نقولوا اون جينيرال كاع الجزائر، وتهلاو لنا في القلالين تهلاو فيهم، ثم الواحد كيجي يفطر يتفكر القلالين، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم خوتنا في الجزائر في الغربة، ورمضان مبارك إن شاء الله، مبروك علينا الدوزيام تور، وكما دخلوا لنا الفرحة في قلوبنا إن شاء الله ندخلوا الفرحة في قلوب الزوالية إن شاء الله. عاونوهم يا خوتي، عاونوا التجار هادو ما يساعدوا الناس، يساعدوا الزوالية، وربي يوفقنا إن شاء الله، وكل إنسان إن شاء الله اللي يقدر يعاون يعاون خوه، يعاون المجتمع يا خويا، وربي يبارك فيكم، وحنا تزيريين 1 2 3 في بالالجيري، وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ان شاء الله. رمضان كريم ان شاء الله مبارك، بينا نبعثوا رساله هذه ان شاء الله للتجار في الجزائر حتى لهنا في الغربه في لندن، يساعدوا الزواليه، ورمضان كريم 1 2 3 في بالالجيري. السلام عليكم الاخوه، بمناسبه رمضان الكريم نبعث الرساله تاعي كل الاخوه المسلمين حيثما كانوا وحيثما وجدوا، نقول لهم رمضان كريم، صيام مقبول وربي يجعله في ميزان حسنات ان شاء الله. عندي طلب واحد، نقول الاخوه التجار يعني في الجزائر يشوفوا الفقراء شويه برك هذا مكان، ورمضان بالصحه والراحه ان شاء الله، الفقراء شويه برك هذا مكان، ورمضان كريم للاخوه المسلمين. السلام عليكم، وانتو تريبي بالاجي. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وماذا بيا اخويا نرسل الرساله هذه للشعب الجزائري، يعني للتجار الجزائريين، يعني نقصوا في الاسعار، شوفوا خاوتنا مساكن الزباوله، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، حنا شوف رانا في بلاد الخير نشرو حاجه، ورانا في بلاد الخير هنايا، يعني كلش يعني الحمد لله تشوفوا نشرو حاجه بدون اربع صوالح باطل، يعني ماشي كيما حنا في بلاد المسلمين ما شاء الله، والله وشوفوا خاوتنا مساكن والله العظيم ما عندهمش، ما يغدقوش خاوتنا هذا، وسنا رمضان كيجي يجيب الخير تاعو يا اخي، يجيب الخير تاعو، والحمد لله رمضان كامل ان شاء الله على اللي عنده وعلى اللي ما عندوش، فهمت؟ وربي هو الغني حنا الفقراء. والحمد لله ورب لكم بالصحة والهنا، كل عام وانتم بخير، و 1 2 3 في والله شيخ. السلام عليكم. الله صحتي. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان مبارك لكل المسلمين في هذا البلد، ورمضان مبارك خاصة للجزائريين والمغاربة. هذا رسالة فقط للإخوة التجار، بدي يراعوا الإخوة هنا في
في لندن وفي خارج لندن وفي كل وفي البلد يراعوا الإخوة في قضية انخفاض السعر. هذا يكون يبارك الله سبحانه وتعالى في تجارته ويبارك له في أهله وفي أولاده وفي كل شيء. هذا هي الوصية للإخوة برك فقط يخفضوا شوية السعر في رمضان ويكونوا شهر العبادة وشهر ليس إلا يعني رحمة رحمة. والسلام عليكم. السلام خير بارك الله فيكم. إخواني المسلمين والمسلمات خارج وداخل الوطن، وش نقول لكم بمناسبة شهر رمضان الكريم، نطلب إن شاء الله من الناس تتعاون بيناتها. بوحنا هنا في الغربة الحمد لله نتعاونوا بيناتنا ونترافدوا بيناتنا، ومدى بينا احنا اللي راهم لتحت يتعاونوا خير ما خير، خاطش لتحت اللي كاين الدين مليح هكذا. وان شاء الله من ثاني رساله واحده اخرى للتجار، خاصه التجار يعاونوا الزواوله مساكن، والله غير قلبنا يتقطع كي يشوفوا امور ما تقدرش العين ما تقدرش كاع تتصورها. المهم واش نقول لكم، ان شاء الله تصوموا بخير بصحه ولهنا ورمضان كريم. وانت تري في فالاجيري بمناسبه شهر رمضان العظيم، كنتمنى لجميع المسلمين في كافه العالم الله يدخلنا رمضان مبارك سعيد في كل عام وانتم بخير، الله يدخل الصحه والسلامه على جميع المسلمين في كافه العالم. اخواني عندنا واحد المشكل الله يخليكم، وهما التجار تقاتلوا من الله، لان عندكم في كل عام كتزيدوا اثمنه كتكون غاليه علينا بزاف. تقاتلوا من الله ورحموا جميع الفقراء في هذا الشهر العظيم، وكنتمنوا لكم التوفيق في كل المناسبات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. تهضر شويه السقبيلي تزول فلاون ياك يمسلمن ياك ذي العالم عند دينا غيوم بوال زول فلاون ياك صح رمضان ون ياك يمسلمن ياك يقلان ذي العالم. وجاسبر التجار لي كوميرسون ديال الجزائر وساو السلاني نار شويه السومه باسكو رمضان سيدنا رمضان قرا زكر ان شاء الله. جاسبر ان شاء الله سلانا راه السومه كنا مدنا تشن اقليل هذيك امرفه هذيك. والسلام عليكم.